الفيديو الاول غنديروه على النصابه، والفيديو الثاني ان شاء الله غنديروه على الحرفه، الصنعه الصنعه الصنعه، التفاصيل ديال الصنعه كامل. اي صنعه عندك، عندك التفاصيل ديالها كامله، واش مهمه هنا، واش مطلوبه، شنو غيخصك ليها، حيت كاين بزاف ديال الحوايج. الثالث ان شاء الله غنعاودو شي قصه، حيت كاين بزاف ديال القصص، كاين شي ناس وقعوا لهم شي قصص لي بزاف للعبره الدراري. كاين شي دريات هنا تحطوا في شي موقف لي خايبين، كاين شي دراري جاو على طريق تركيا لي خايبه. حنا ما كنشجعوش على ديك الطريق الدراري الصراحه، حيت فيها العذاب وفيها الفلوس وفيها بزاف ديال الحوايج. انا عندك شي قصص تقدر ما تعاودش تفكر انك تجي ديك الطريق. السلام عليكم خوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت تعرف الثمن ديال الكونترا، بغيت تعرف واش غيتنصب عليك ولا ما تنصبش عليك، بغيت تعرف الطرق اللي تنصبوا على الناس بها، خليك معايا في الفيديو. بغيت تعرف الثمن ديال الكونترا، بغيت تعرف كل اي حاجه على الكونترا، بغيت تعرف واش غيتنصب عليك ولا لا، غير من خلال الثمن والثمن اللي كاين حاليا. المهم هذا الفيديو غنبدا نحطهم لكم في اليوتيوب ان شاء الله، غنفسر لهم داكشي تدريجي، التفاصيل ان شاء الله الرحمن الرحيم، داكشي تدريجي. المهم نبداو بالنصابه. النصابه كاين انواع بزاف، كاين اربعه الانواع، اربعه الانواع اللي تعرضوا لهم الناس بارطاجوهم معايا، كل واحد الطريقه ديالو. حنا غنبداو بداك الاول، الاولاني هو اللي معروفه، هو اللي كيضرب لك كلشي، كيضرب حب وتبن. النصاب الاول هو اللي كيضرب لك كلشي، كطي العربون كتقول لي مثلا طي مليون ولا مليون ونص ولا جوج، حتى شحال درتي معاه، كيقول لك تخرج الكونطرا تكمل لي الوراق، تكمل لي الفلوس. كتخرج كيخرج لك روسي، كيخرج لك روسي، كيقول لك هاو خرجت لك الكونطرا اسلام، كيصيفط لك الروسي. الغلط اللي كديرو هو انهم كتقولش ما كتقولش لي صيفط لي الروسي الاولاني معاش الوقت دفعتي ليا. هذاك الروسي الاولاني سول عليا، الناس كيعرفوا واش مزور ولا لا. الروسي الاول دفع لك مثلا تفتح القانون نهار تسعود مع تسعود الصباح، خاصو العشرة لحداش يصيفط لك الروسي، كيتيرا الروسي يصيفطو لك يقول لك انت معاش دفعت لك، نتما تعرف. ونتما داك الروسي من تاخذ سول الناس، كاين ناس مختصين كيعرفوا واش الروسي مزور ولا لا. كاين شي روسي اللي يكون مزور باين مزور، وكاين شي روسي اخر اللي تقدر تغفل فيه ما تقدرش ما تعرفوش، ولكن كاين ناس مختصين كيعرفوا هذا الروسي واش مزور ولا ما مزورش. المهم كيعطيك الروسي، كيعطيك الروسي كتقول انت صافي خرجت لي كونترا بديك الدهشه، راك عارف انسان كيتغمض وداكشي، كطيب فلوس الروسي مزور، كتمشي تبقى تستنى في الرونديفو داكشي، ملي كتجيك لا رونديفو لا والو مشات لك الفلوس كامله، ماشي غير العربون مشات لك الفلوس كامله. كاين التانيين كيمشي لهم العربون مليون مليون ونص، انت وزهرك انت ومع منطحتي. كاين التالت هما النصابة اللي كيضربو 2000 درهم 3000 درهم، شنو كيديرو؟ كيجيو مثلا المدينة كيكريو واحد البيرو مثلا، كيديرو فيه بانو ديال سميت الشركة، كيبساكرو شركة وهمية، كيديرو واحد باج فيسبوك، كيبقاو يديرو لانونس ديالو، حنا الشركة كنديو كدا هادي هادي، كتبقى تواصل معاهم حتى تقول فين كاين، كيقولك جي عندنا المكان، كيصيفطك لوكاليزاسيون، كتجي عندنا كيستقبلوك مزيان، كتجلس كتقول ديال الشركة ميمكنش يديرو معايا، كتقول لهم شحال، كيقولك مثلا حنا كنديرو 5.5 ولا 4، كاين تصديق 1000 درهم باش نقادو لك الدوسي من هاد 3 شهور يكون واجد. انت كتقول صافي مزيان 1000 درهم، مداش مجابش، لا خويا داش وجابش 1000 درهم، 1000 درهم انت و 1000 درهم لاخر، ضربها في 100 ولا ضربها في 150 ولا ضربها شحال من واحد غيجي عندك، راه فلوس صحيحة. المهم تيجمعو داك الحصيصة كاملة، تيسدو كيباتو مكيصبحو، كيعطيو لهم الكراكرا ديالهم. انت كترجع كتقلب كتسول على داك السيد، خويا راه كانت واحد الشركه هنا وكدا هادي، نتوما كيف عارفين دابا المغرب ما كاينش داكشي التحكار، راه كاين شي بلايص كتكري محل ما كاينش حتى الضرائب ما كيتخلصوش فيه، محل بلا ضرائب بلا والو، كراج لعيبات كذا. كاين من بعد كاين داك الرابع هادو كيضربو غنصيصيد، كاين في تيك توك شي ثلاثة، وخصهم يمركو كونش مركو، راه حشومه شوم وعيب. نظرا ملي كتنصب على شي واحد بحال تنصب عليه انا، اقسم بالله العلي العظيم، ملي كيعاود بارطاجي معايا شي واحد يقول لي شنو وقع لي شنو وقع ليا، كيبقى فيه عيب على وقع ليا انا. واش طا تشاف طاليان وطا مع واحد في المغرب تدي 300 درهم، تقول لي غنجيب لك كونترا بجوج المليون، واش كاين شي كونترا بجوج المليون؟ داري هنا نقول لكم الثمن ديال الكونترا باش تعرف واش الثمن التقريبي، واش تعرف واش تنصب عليك فيها، واش غيتنصب عليك فيها ولا لا. من الثمن تعرف الثمن ديال الكونترا الدراري 6 مليون للفوق، 6 6.5 5.5 للفوق، نديرو حنا 5.5 للفوق،
بالوراق هادي مزيانة، لقيتها بالوراق راه مزيانة بالوراق. 8 الفوق، 8 8 ونص انت وزهر. كاين حالة اخرى، عندك شي واحد من العائلة كيعرف باترون يقدر يجيب لك فابور، عندك شي واحد قريب للباترون يقدر يجيب لك بجوج. هذه الحالة النادرة وقليلة، راك عارف انتم العائلة قليل، العائلة اللي كتدخلوا في هذا الشيء صعيب، ماشي يجي ويطيح في كونترا. راه الناس كيدفعوا فلوس، شوف الرونديفوات دابا شنو طار عليهم في المغرب، الرونديفوات راه زحام، ما كاين الناس باغي الباسبور ديالهم باغيين يجيو، ما عطاوش الباسبور ديالهم ما والو، زحام داكشي ما منظمش. هذا هو البلان. اذا من تما تعرف كونترا ماشي ورشيقه ورقه بحكا يجي هتقول لي انا بغيت كونتر اي هاك، بسم الله كار لي وهاك. راه مراحل، عشان بارطاجي معكم مراحل، راه مراحل مجبدين بزاف، فيها دفي فيها تسنى فيها رونديفو فيها شي شي عام عامين عام ونص انت وزهرك، خاص على حسب الاجراءات في المغرب كدير. هنا راه ولا دابا هما هنايا ولاو كيزربوا، ولكن ديال المغرب كيتعطلوا. المهم عندنا الحاله الخامسه، الحاله الخامسه هي صحاب السيتات، وكنهضر معاكم عليهم ديما. واحد يكري سيت كيقول لك دخل، انا نتحدى اي واحد نتحدى المخير يقول لي شي واحد جاب سيت خرج يقول لي انا جيت بسيت هنا لاوروبا ايطاليا ولا اي بلاصه سجلت سيت وجابوني. راه ما كاينش نهائيا، ما كاينش شي حاجه سميتها سيت كتجيب ايطاليا كتدخل تسجل فيه وكيجيبك، ما كاينش نهائيا اخويا راسك. وانت صاحبي كندوي معاك، انت كنت مرق، واش انت صاحبي هنايا في ايطاليا مسهل لك الله هنا وكتكري سيت كتقول واحد مسكين مقهور ملهوف على الطاليان لعب كتبقى تلوح ليه تقول ليه تلوح ليه السناره تقول ليه دخل تسجل كذا، ومسكين هو كيبقى يدخل وكيتسجل وكيتقاتل باش تدخل ديك 4 اورو على الظهر ولا 5 اورو. ما تكونش غالطين، راه كيكري سيت كتدخل حتى وكتقول كيقول لك حكا خاص تكون تعرف تهضر ايطاليه باش تهضر معاهم. راه ما كاينش داك الشيء الدراري، والله ما كاين، راه يجاوبك هو، يدخل هو راه هو اللي مكري السيت، راه انت عندك الحق ديالك يدخل يجاوبك هو تقول ترى صافي ودك. المهم خوت تمنوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، المواضيع اللي غنحط لكم والله حتى مهمه ونتمنى انكم تستافدوا منها، وغنبحث مزيان وغنجيب لكم مواضيع زوين ان شاء الله. واللي عنده شي سؤال، اي سؤال كيما بغى يكون النوع ديالو يخليه ليا، راه كنجاوب كلشي. اي سؤال خليه ليا لتحت، ولا تعرفتي شي عمليه نصب بارطاجيها صاحبي، بارطاجي باش واحد اخر ما يتنصبش عليه حتى هو. تنصب عليك انت، وري لواحد اخر الطريقه كيفاش تنصب عليك انت باش ما يتنصبش عليه حتى هو، ما يمشي تطيح فيه واحد اخر. تبارك الله عليكم الخوش.